رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. قيمة الشهر عن الابتكار، قيمة الأسبوع عن التسامح. أهداف درسنا النهاردة، أول حاجة أن تناقش الطالبة مفهوم الوحدة من خلال التصميم ده الهدف المعرفي. ثاني حاجة أن تحلل الطالبة مفهوم جماليات تحقيق الوحدة في التصميم وده الهدف الوجداني. ثالث حاجة أن تصمم الطالبة غلاف الكتاب مراعيا وحدة العمل الفني وده الهدف المهاري. رابع حاجة وآخر حاجة أن تلون الطالبة الغلاف الكتاب تلوينا صحيحا دون خطأ. نيجي على مصطلحات درسنا النهاردة، وهو أول حاجة معانا الوحدة. الوحدة ما هي الوحدة؟ الوحدة ارتباط أجزاء العمل الفني فيما بينها لتكون كلا واحدا. نيجي على تاني مصطلح في درسنا النهاردة، أساسيات التصميم. هما أربع أساسيات: واحد وجود النص الكتابي، ثاني حاجة وجود الصورة في التصميم، ثالث حاجة ارتباط الصورة بعنوان الكتاب ومحتواه، رابع حاجة مراعاة وحدة العناصر في التصميم. نيجي على مصطلحات درسنا النهاردة، وهو أول حاجة معانا الوحدة. الوحدة ما هي الوحدة؟ الوحدة ارتباط أجزاء العمل الفني فيما بينها لتكون كلا واحدا. نيجي على سؤال أول سؤال لينا في درسنا النهاردة، ضع المصطلح المناسب للعبارات الآتية. أول حاجة صفة اللون التي تصف الدرجات الفاتحة والدرجات الداكنة، نقط. ثاني حاجة ارتباط أجزاء العمل الفني فيما بينها لتكون كلا واحدا، نقط. نيجي على الأدوات اللي هنستخدمها في درسنا النهاردة. أول حاجة كراسة الرسم البيضاء، تاني حاجة القلم الرصاص، تالت حاجة الممحاة، رابع حاجة المسطرة، خامس حاجة الألوان الخشبية والألوان الفلمسطر. السلام عليكم. دلوقتي هنبدأ نرسم اللي هو غلاف كتاب. دكتور الرسم اللي انت عايزاه، أول حاجة نعملها هنعمل مستطيل زي ما احنا اتفقنا. العرض بيبقى 20، الطول بيبقى 15. بنحاول ان احنا نخليه في النص على قد ما تقدري. احنا كده عملنا 15، هنعمل 20. بالشكل ده كده هنعمل 20 ناحية تانية. اهو بالشكل ده كده هيبدأ بقى ايه ترسمه بالطول بالعرض. راح لفي حرية الاختيار. انا هنا كتبت كلمة الرياضيات. هبدأ ايه، انا قلت اكتب الكلمة عشان هبدأ ارسم. هنا هبدأ نرسم اي حاجة ليها علاقة بايه، بالرياضيات. زي مثلا انا هرسم الاشكال الهندسية اللي هي مثلث، المنقلة، قلم رصاص، المسطرة. مثلث هعمله هيك،
بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو كده رسمنا مثلث رسم مقلة. بالشكل كده بعد كده هعمل نص دائرة اللي هي هنا. هطول دي شوية. نيجي هنا على الخط ده نعمل خط هنا. بالشكل ده كده اهو هنبدأ نمسح الزيادات اللي هنا. ارسم دلوقتي الايه القلم الرصاص. ارسم القلم الرصاص تحت هنا. بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده اهو نرسم تاني. مش عايزين نحاول ان احنا ايه منخليهاش فاضية. مثلا ممكن نرسم مسطرة. نرسم مسطرة كده مثلا.
اهو بالشكل ده كده. عايزين ترسموا قلم كمان براحتكم، ممكن نرسم قلم هنا، قلم حبر. ندخل نحط شوية بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده ونعمل الهاند بتاعها. هبدأ اخطط باللون الاسود اللي هو همشي فوق القلم الرصاص باللون الاسود. هبدأ انا دلوقتي خططت اهو بالقلم الاسود، هبدأ ايه امسح بالقلم الرصاص الحاجات اللي بالقلم الرصاص عشان ما يبقاش الرسمة وحشة. هبدأ ألون الكلمة باللون الأخضر في المسطرة بالشكل ده كده في اتجاه واحد. انا خلصت دلوقتي اهو التلوين ده، هبدأ ألون ايه القلم باللون الأزرق السماوي ده. هبدأ ألون المثلث باللون الأحمر. أنا دلوقتي هلون المنقلة دي باللون الوردي ده. دلوقتي خلصنا أهو تلوين المنقلة، هلون المسطرة باللون البني الفاتح ده. دلوقتي هلون القلم الرصاص باللون البنفسجي ده. أنا دلوقتي خلصت أهو التلوين، هبدأ ألون الخلفية بتاعت البيضة دي باللون خشبي، لون أي لون بس اللي يكون خشبي. أنا أهو بلون خط مستقيم أهو اتجاه واحد، ما بتركش اي فراغات زي ما انتم شايفين اهو. بحاول ما اطلعش بره الرسمة بتاعتي واتقل على اللون الخشب عشان اللون يطلع يظهر، يعني بديت هذا الاتجاه كده ما نسيبش فراغات بيضة زي ما انتم شايفين كده اهو. زي ما انتم شايفين انا خلصت رسمتي، التلوين صحيح في اتجاه واحد، ما طلعتش بره رسمتي. هتلاحظوا ان انا لونت الحاجات الصغيرة دي بالالوان الفلوماستر، اما الخلفيه بتاعتي الكبيره دي لونتها بالخشبي، فايه ينصح بان احنا نلون الخلفيه باللون الخشبي والباقي بالفلوماستر او خشب براحتك. ان شاء الله نقابلكم في ترسيم جديد الاسبوع الجاي في حصه جديده. شكرا.